دي اي سي اختصار ل ديسيمينيتد انترافاسكولار كواجوليشن. ده من اشهر الامراض الاغلب الطلاب ما قاعد يفهموه. زي الاكشن بوتنشال بخش امتحنه كده بيجوا مارقين لكن دي اي سي دي شو ما عارف. طيب ببساطه شديده الدي اي سي، الدي اي سي هي من اشهر الامراض اللي بيكون فيها مشاكل بتاعت الكلوتينج فاكتور. فالبودي بيعمل ثرومبوزيس، ثرومبوزيس معناها شنو؟ تجلطات صح؟ وبيعمل اسكيميا ان ذا ديفرنت فيزل. الثرومبوزيس بيكون فيها تجمع بتاع البليتلت، معناها البليتلت تجي مع بعض بليتلت مع بليتلت وكده والار بي سيز وشكله شنو؟ ثرومبوزيس. لدرجة انه كل البليتلت تخلص ولو كملت البليتلت معناها هيحصل لها شنو بعد ده؟ بليدي. اذا عيان بيجي باثنين بثرومبوزيس ام بليدي، عيان الدايسي بتجي بثرومبوزيس اول حاجه كم شنو البليتلت، بعد ما خلاص شكل الثرومبوزيس ثاني حاجه البليتلت خلصت هيجي بعد شنو بليدي. اذا البيشن بريفنتد باي ذا ثرومبوزيس ان بليدي. طيب لو نحن عايزين نعرف الثرومبوزيس البليدي هتلقى شنو؟ هتعمل السي بي جي تلقى البليتلت؟ لا. والعيان هتلقى عنده انيميا، ايه نوع من الانيميا؟ مايكرو انجيوباثيك هيموليتيك انيميا. العيان بيجي بشنو؟ بمايكرو انجيوباثيك هيموليتيك انيميا وبيجي بنفس الوقت بثرومبو سايتوبيني. الاثنين ده بيجي بيه. اذا العيان بتاعنا بتاع الدي اي سي بيجي بيه اول حاجه ثرومبوزيس ان بليدنج. الثرومبوزيس بنعرفه بشنو؟ بانه بنلقى مايكرو انجيوباثيك شنو؟ هيموليتيك انيميا، لانه الجلطات الصغيره دي تكون جوه الفيزل. ثاني بيخش لك في ثرومبو سايتوبينيا. طيب ما هي الحاجات او الفاكتور اللي بتخلي العيان يخش في دي اي سي؟ هل كلكم بتخشوا دي اي سي؟ اللي بتخلي العيان او البريسي بتديت فاكتور. اذا فيها كلمتين بليدنج وقبليه كان فيه شنو؟ ثرومبوزيس. ثرومبوزيس ذات بليدنج اختصار شديد. طيب الفاكتور ببساطة جدا عشان ما نضيع فيها، الفاكتور الحاجة اللي بتخلي الزول يخش في دي اي سي شنو؟ أول حاجة سيفير تيشو دامج. 200 الجسم بيخش في سيفير تيشو دامج. سيفير تيشو دامج حسنوها شوية. يلا باختبار شنو؟ دي هايدريشن، حالة الدي هايدريشن. ثاني في حالة الشوك، الدي هايدريشن والشوك بيدخل الجسم في سيفير تيشو دامج. ممكن ثاني الحريق، لو زي انحرق سيفير تيشو دامج بيخش في دي اي سي. لو زول بقى في مكان فيه حراره شديده هايبر ثيرميا، والهايبر ثيرميا يعني زياده في التمبريتشر، يدخلنا في شنو؟ في السيفير تيشو دامج والبيرمي. دي اشهر الحالات اللي بتدخلنا في شنو؟ سيفير تيشو دامج. دي اول اسباب الدي اي سي. ثاني الدنيا حابه تعمل دي اي سي غير التيشو دامج. ممكن اذر بليدنج ديسوردر ممكن، لكن نحن بهمنا وشايع جدا بالمناسبه غير الانيميا. سيبسيس اني سيبسيس زي شنو؟ مننجوكوكل سيبسيس، نيموكوكل سيبسيس، والريكيتسيا، الملاريا بتدخل في دي اي سي. الملاريا بتدخل في دي اي سي. طيب ثاني اللي بيدخلنا في دي اي سي شنو؟ حاجه كثيره وشهيره يمكن في الحين عارفينها، عضة الذئب يوم تدخل في دي اي سي. سنيك بايت
معروف انه عبد الداوي دخلك في داي سي طوال، خايفين للزول بتاع الداوي ده بينخش في دي اي سي. ثاني ما بي تيومر، اشهر تيومر بيعمل دي اي سي اي ام ال اكيوت مايلويد ليوكيميا. طيب ثاني اذا زول نقول له دم ما فصلته، يعني شنو انكومبيتابل بلوت ترانسفيوجن، بيجو شنو دي اي سي. في واحد لابد يعرفه المناسبه اللي هو قلنا احنا عندنا بروتينات اساسيه في جسمنا بتمنع زياده الجلطه، زي منه قلنا الجلطه بتكون عند حد معين. اها بروتين شنو؟ بروتين سي، رقم 5 بروتين سي ديفيشنسي. ممكن تكون تاني جي اي تي ديزيز، جي اي تي ديزيز، جي اي تي ديزيز كثيره جدا ممكن تعمل لك، زي مثلا هيباتايتس، بانكرياتايتس، سيفير انفلاميشن في الباول، مثلا الاسرتيف كولايتس والجماعه دي. اذا ده اشهر شنو؟ لكن طبعا الاوائل هم الشهيرات، الاوائل دي ناس دي هايدريشن والشوك والهايبرثيرميا والبيرن، وناس بيخشوا في سيبسيس، ايفن تروما، انافلاكسيس، كلهم بيخشوا. السنيك بايت شهيره، الاي ام ال، اما البقات دي رير ما زي دي، خلاص كلهم بيدخلونا في شنو؟ في دي اي سي. طيب العيان بيجي بشنو؟ هي مكتوبه قدامك، حيجي بشنو يعني؟ بيجي ببليدنج، بيجي بثرومبوزيس، بليدنج وثرومبوزيس الاثنين شنو؟ مع بعض. فبالتالي العيان نجي نسحب له دم في مكان سحب الدم بيكوب، يجي يدو تضعيم في مكان التضعيم بيكوب شنو؟ دم. يجي اي حاجه يعني مجرد اللمس شنو بتاع السكين طالع حصل شنو؟ حيكون عنده شنو ثاني؟ حيجوا به ايكيموزيس، ميبي يجوا به بيربر، ايكيموزيس كبير او يجوا شنو؟ بيربر ممكن يجوا. اذا بليدنج فروم ذا شنو؟ يسموه الفين بنشر اللي هو شنو؟ مكان سحب العينه. ثاني اذا كان طبي صغير طعمه ولا طعمه برضه شنو؟ بيكب. على عكس هناك قلنا ذاك اذا كان شنو؟ قطعوا له الحبل السري وكذا صح؟ ممكن يجي بشنو؟ ايكيموزيس ان بيربر، ده البليدنج. طيب الثرومبوزيس بيجي بشنو؟ هذا ثرومبوزيس الجلطة لو قفلت هتعمل شنو؟ ها؟ بين بمعنى ها؟ اسكيميا اللي هي جانجرين، هتعمل جانجرين ان ذا سكين، جانجرين في السكين والسبكيوتينس تيشو والاكستريميتي، عشان كده ممكن يجيك بغرغرينا في كراعه عادي. او لو قفلت الرينال ارتري هيحصل شنو؟ ستينوس شنو؟ اللي هو انفارشن، هيصير رينال انفارشن، هتموت الكليه، الكليه هتموت. اشهر حاجه بيجوا بيه ثرومبوزيس ان ذا سكين والسب ميوكس والاكستريميتي والرينال، ده دي الجلطات تمشي الاماكن دي. ليه قلنا الاماكن دي؟ لانه شنو؟ الشرايين حقاتها شنو؟ جوا صغار، ولو يتقفل الثاني شنو؟ امورك بايظيط. اذا بيجوا بيه بليدنج اند ثرومبوزيس، البليدنج عرفنا مكانه والثرومبوزيس عرفنا الحاجات اللي بيجوا بيها. طيب ممكن يجوا بحاجات هذا سيفير زي شنو؟ انيميا، يخشوا بانيميا، يخشوا في شوك، ممكن يجوا بمالتي اورجان فيلير. الانفستيجيشن هاو تو انفستيجيت فور ذيس بيشنت، عيان عندي دي اي سي، ذا دي اي سي انفستيجيشن نحن بنقسمها لثلاثة، والثلاثة يبدأ بالسي اللي هو قاعد نقول investigation for cause coagulation factor and شنو ثاني؟ complication سي بي سي. إذا عندنا التست أول حاجة شنو؟ investigation for كوز،
نعمل انفستيجيشن لاسباب اللي قلناها دي كلها، نعمل انفستيجيشن. الحاجه الثانيه بنعمل ال الكوجوليشن بروفايل، كو اجيوليشن بروفايل. يلا الكوجوليشن بروفايل هنا العيان هيجي بشنو؟ عندنا bleeding time B T بروسروم B و B T T. ال bleeding time هيكون شنو؟ برولونج، لأنه ما في بليتد، إذا برولونج. ال B T برضو برولونج، ال B T T برضو برولونج. إذا عيان بيجي ببرلون في بي تي بي تي تي أم بليدنج تايم كلها شنو؟ برلون. طيب عيان لو جاب برلون في البي تي تي في عندي شنو؟ عنده هيموفيليا. كون قلت هيموفيليا غلط ليه؟ لأن احنا ما عملنا فاكتور السادسة هيموفيليا. طيب لو جاب برلون في البي تي والبي تي تي البليدنج تايم والبي تي تي، ها؟ هون للبران ديزيز. اما اذا جاب كلهم بيسموه شنو؟ دي اي سي. عرفت الفرقه؟ زي الايون بروفايل ما قاعدين نفرقوا بين كميه من الديزيز، نفس القصه الكواجريشن بروفايل بيفرقوا بين شنو؟ بين ثلاثه شهيرات دي اي سي فولي ليبران ان هيموفيلياز، الثلاثه مع بعض. طيب اخر حاجه اللي هو السي بي سي اللي هو رقم ثلاثة اللي هو عندنا سي بي سي. سي بي سي ليه؟ هتلقى انيميا واحد، ثاني هتلقى شنو؟ البليتلت هتلقى شنو؟ لو ثرومبوسيتوبينيا. وبتلقى لو عملت برضه هتعمل فحص ثاني بلود فيلم بلود سمير هتلقى فيها نوع معين من الخلايا بيكون شكل يعني لا سيكل قريب للسيكل كيف سموها شيستو سايت. شيستو سايت شكلها كده يعني زي كأنها شنو؟ شيستو سايت. شيستو سايت طوالي مش معناها شنو؟ ناس الدي اي سي اسمها شيستو سايت هيليميت شيب. هيليميت شيب ار بي سيز شيستو سايت. How to treat a patient? في اثنين لو ما قلتين انت ضيعت العيان عنده جاي سي. اول حاجه aggressive treatment للكوز للتريجر and the cause of the شنو دي اي سي. امسح الكلام ده. العيان اللي بيجينا بدي اي سي تعمل اجريسيف تريتمنت لشنو؟ للكوز، لانه لو ما هي الكوز الدي اي سي ما حيجي. اذا اول حاجه تريتمنت شنو؟ فور اجريسيف بالمناسبه عشان توقف كل حاجه تريجر للدي اي سي. طيب تاني ترجع النورمال هيموستاسيس ترجع بشنو؟ بانه اول حاجه كوركت الشوك، كوركت الدي هايدريشن، كوركت الاسيدوزيس والهايبوكسيا والكلام ده. اذا بنعمل لهم كوركشن بشنو؟ فلويد ام بلوت ترانسفيوجن. اذا العيان عشان ترجعه نعمل كوركشن كوركشن اوف شنو؟ هيموستاسيس باي شنو؟ فلويد و بلود ترانسفيوجن. بلود شنو؟ ترانسفيوجن. دي الحاجة الثانية. الحاجة الثالثة نعمل
كنترول لشنو للبليدنج. هاو تو كنترول البليدنج عينه نزيف، كيف تتحكم فيها النزيف؟ وهذا بدي انا اقول وبين نزيف ليه؟ ما بليت ليت معناها تدي شنو؟ ادو بليت ليت. اذا حدي شنو بليت ليت انفيوجن. اذا اول حاجه جيف هيم بليت ليت انفيوجن عشان شنو تكوركت الثرومبوسايتوبينيا تعمل لها شنو كوركشن. ثاني بنعمل له شنو كرايو بريسيبيتيت وفرش فروزن بلازما. كرايو بريسيبيتيت وفريش فروزن بلازما. دي كده انت وقفت شنو؟ وقفت البليدنج. اخر حاجه نحن نستخدمها عشان العيان لا يخش في بيربرا ولا يخش في شنو كرونيك دي اي سي ولا يخش في سيفير اسكيميا اللي هو شنو؟ هتديه حاجه تمنع منه البيربرا وتمنع منه الدي اي سي فيما بعد وتمنع منه شنو؟ السيفير اسكيميا اللي هو هيبارين. الهيبارين ندي له عشان في المستقبل تاني ما يخش في شنو؟ ما يخش في بيربرا هيجيه بيربرا. تمنع البيربرا يفهم شنو؟ الاسكيميا وتمنع الدي اي سي. اي عيان خش في دي اي سي ذا بروجنوزيس از جود ولا باد؟ باد كعب شديد. عشان كده محتاج يتعامل معاه تو بريفنت الاند اورجان دامج. تو بريفنت اند اورجان دامج. اني بيشن كيم ويز دي اي سي نحن نشتغل معاه عشان ما الاعضاء حقته شنو تضيع. دي اهم حاجه. في مشكله؟ This is all about the coagulation. كده احنا كملنا الكواجوليشن ده اخر حاجه اللي هو شنو؟ دي اي سي.